وادي دوف كابتن ايطاليا و بيقدم رئيس الفيفا بيدي الملك الكاس ابلان ادان الملك والملك ادان دوف ودوف بيرفعه لل 60,000 اللي هنا والملايين الناس العالم ابطال العالم الجداد وبيسلم على الملكة وبيسلم على كبار الزوار وفريقه بيستلم الميداليات الذهبية الخالصة. الحقيقة سيادة السفير أبو بكر عبد الغفار والسيد الدكتور عبد الرحمن عطية المستشار الإعلامي وجميع رجال السفارة أنا من هنا بإسمكم جميعا بشكرهم لأنهم قدموا لنا خدمات جليلة جدا والتلفزيون يعلم هذا لأن التلفزيون اللي كان بين التلفزيون والسفارة كانت جميلة جدا. أفالانش بيسلم روسي اللي جاب الجول الأولاني وبيسلم اللعيبة والاحتياطي والحقيقة منظر جميل يفرح التعب كله راح بتاع اللعيبة وأفالانش لازال بيسلم وللعيبة والاحتياطي بتوع إيطاليا الميداليات الذهبية وآدي الإعلام وآدي الأنوار وآدي أربع أدوار في استاد سانتياغو برنابيو اللي بياخد 100,000 متفرج هنا و100,000 زبائن خدوا الكاس وبرزوتي طلع للرئيس وبيلفوا بالكاس بيلفوا للكاس للجمهور الكبير اللي أهو الكاس أهو كاس العالم 82 وآدي أبطال العالم 82 بتلف بيه